القلعة البيضاء، حيث يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعب الفريق الأول على هامش مران اليوم لتحفيزهم قبل مباراة نهائي كأس مصر بعد غد الاثنين. ومن المقرر أن يطالب مرتضى منصور لاعبي الزمالك بتقديم مباراة قوية أمام النادي الأهلي وتحقيق الفوز لإسعاد جماهير القلعة البيضاء والحفاظ على لقب الكأس.